مشاهدينا المحترمين أينما كانوا، مرحبا أهلا وسهلا. ملعب الجنوب مشاهدي الأفاضل، والمباراة الربع النهائية الثالثة في هذه البطولة في كأس العرب فيفا 2021، واحدة من أجمل إن لم تكن أجمل البطولات لحد الآن، أو بالأحرى خلوني نقول بالمطلق واحدة من أجمل المسابقات الرياضية التي عشناها في العشرين والثلاثين سنة الماضية، بفضل هذه المرافق وهذا الحضور الجماهيري وهذا التنظيم الرائع وهذا المستوى العالي لمنتخبات قيل عنها بأنها منتخبات ثانية ورديفة، ومنتخبات اللاعبين المحليين غيرهم من محمود المرضي كذلك لاعب نادي المحلي. محمد أبو حشيش في هذه اللعبة. يا زين، با 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 جول. يا سلام عليك يا زين. عماد يحطها في الجول. عماد يفتح مجال التسجيل. كرتان كافيتان. استلام داخل منطقة العمليات. ويزين جول ولا أروع يا كيروش. الأردن جول. مصر صفر. يا لها من روعة ويا له من هدف. يزن عماد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل لمنتخب النشامة. يا سلام على اللعبة. كرة واحدة كانت كافية. الهربة من علي علوان. مرر ليزن. استلمها داخل منطقة العمليات. فتح لنفسه الطريق. أوه لا لا.